النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها نلاره عليه الصلاة والسلام يعني فاطمة يالله يربي به سليني من مالي ما شئت يعني اطلب مني النفقة أو أستطيع أعطيك النفقة ما أنا نلاره صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة لندن كلامك وفعلا إمودي نقوله ولا كنندي يموده لا أغني عنك من الله شيئا كنندي مواتما نفدك الله سبحانه وتعالى هيهونة يعني القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا ما أنا بدأ أقول نلاره صلى الله عليه وسلم الذي يغني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم لو كان القرب يغني عن القريب لكان أغنى عن فاطمة رضي الله عنها ستايدون بدا قول نلا صلى الله عليه وسلم انو نفنك الله سبحانه انت نفنك الله سبحانه وتعالى يما فاطمة عندهم هرينو يونينو بكامبي إذن لا يمكن أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم أو أيوة هل ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وتابع الدواد ندعو الله سبحانه وتعالى كوننكو الله قوت وكانكو دور أنتو راد نلتجئ إلى الله روتتو لإنك فادك الله فابي نوري الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بشر تميز عنا بأنه يوحى إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام نلا صلى الله عليه وسلم كونتلان كسيفا ميرين كبسير تري ميرين الله نشبنا وحي أهوري مابي نعم نتقرب إلى الله كدين بدر فادك الله سبحانه وتعالى مقام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينفع أحد ما نات نكورة أن باكو نرى صلى الله عليه وسلم كالله نهيبوت على يده ورنه نعم فما بالنا بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم الأموات جونو استيوني أن نرى صلى الله عليه وسلم كجمع أو نكورة بجوجي كالله سبحانه وتعالى ندو فوق بوالم إتان اللورة ورى الدنيا غلما أدن غلما نفع بوالم ندو هذا يتيسي كي كونا نرى صلى الله عليه وسلم كيف تعبد جيفة جيفة يعني هذه نتنة رائحة أكله الدود كونو ريبتا نتنة عندنا هورما وني فوري جون وني ليدي جون جيل نيامي مخنو تورتا أو انتنا ما هاجو لو استطاع أن ينفع أحد لانتفع هو من نفسه ولم يمت يكون تحت الأرض ستاين وان اوتن اوتن وان نفد يقول قونو ونفع نهوري ماكو وما يتانا وانا كان ليدي جيل نيامي ما أوا كيف تترك عبادة الحي الذي لا يموت ونعبد الأموات كون أكيرتن دوال أن أننا هوري ما كو وردو حتى ندون مماية فيو يمر الرئيبين نميدو لو جاء عندنا إنسان ودع النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سيقول أقو أريجون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نودي تيكي وانا مكان كون نولا ولا كو أنا باجو ماذا نقول عنه كون إنا تنقون دون نكذب والله نقول أنت كاذب وكافر كفر أكبر إنا أن ديكو أفنو ودي أن أفنم إنا أفنو وكو جد الله سبحانه وتعالى قد نعم فكيف هذا في من رفع انسان مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر اكبر جون كون يد دمو ده هيفر دم كو بارك يتي مقامك وين كان كو ان باجو تي النبي صلى الله عليه وسلم كو ان باجو كو نيت دون صفه ماكو كون كو ولي كان كو اني وند ما كان كو ان باجو صفه النبي صلى الله عليه وسلم وني كيفيرو فكيف الان في من يرفع اناس مرتبة جبار السماوات والأرض هذا الكفار من باب أولى. جونغ هن إتي سك نون أورو يتو ونئو وأمو بلاس الله سبحانه وتعالى. يرفع التجاني مرتبة جبار السماوات والأرض. سيفا يتجوني أن الشيخ تجاني أورو وندما أورو ونأو بلاس الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكفر الأكبر نسأل عن فسلا. أورو وني ما نحفرك ورمن جان أورو كيف راجل ينفر. لا يمكن أن يدعى إلا الله. وتهون ان ترتو ولا ريوتك ولا الله سبحانه وتعالى لا نلتجئ لا نفتقر الا من الله ارتو تتاكو ان فابي نورتا سونا الله سبحانه وتعالى كان كنتم والله لو خفنا من الله خاف منا كل شيء والله استيوني نو ان هولينو الله تيجي دو هولي ردينو كلاما هو ادنا هولينو ان هوري ميل ولا يمكن ان نقدم محبه احد على محبه الله سبحانه وتعالى واتاون دي فيون اردين تن جيجول غودوغو ولا غودونغو امور هوري جيجول الله سبحانه وتعالى هل نريد ان نعيد ما كان عليه الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا انفالا روتو تودي ادا جي اننا هربي هيفراب ادو اسلام ارد توفال روتي تادي نعيد الجاهليه مانا ارتيرن جاهليان هي جاهليان كو ياغل كو ونو باو كو نو فالين ارتير دي التي بنيت على الجهل ونترك الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مجر عندنا هرما كو يمور كو مجر ماهي اتين دين النبي صلى الله عليه وسلم كو اديكم لا والله لا يمكن دون واتا وندي ودوكا ودلم فيو والله لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد من دون الله النبي صلى الله عليه وسلم مقام فو
بولتا بفوند ريبت يكون الله سبحانه وتعالى كل الخلق يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى تقوجي الانفط هتنجني الله سبحانه وتعالى من يعطينا الجنة كهم وجنتي الجنة الله سبحانه وتعالى كالله ونجنه الجنة ومن يعطينا الرزق كهم بأوني أرسك وين الله سبحانه وتعالى كالله سبحانه وتعالى فكيف نطلب الرزق من غير الله كهون ربيتين أرسك كونا الله إمر كونا الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والله أعلم يالله من فيوني إن ترين الله سبحانه وتعالى أكثر من بيوال